المشهد اللي بيتكرر يمكن مؤخرا في كل استحقاق، اصطحاب الأمهات للأطفال معهم داخل اللجان حتى لو لم يكن لهم حق التصويت، لكن بيشاهدوا يعني هذه الفاعلية وهذه المشاركة من قبل الأمهات، يعني بيكون في نوع من أنواع الاحتفالية، توجه الأسرة بالكامل علشان الإدلاء بالصوت. زي ما أشرت قبل الفاصل فورا، يعني أن المرأة المصرية هي كلمة السر، مش بس المصرية، هي كلمة السر لتطور أي مجتمع، ومحتاجين نموذج المرأة في أم مهندس طارق شكري تتكرر كتير في نماذج كتير. وكان لما قلت لك أنا امبارح أخدت كارما، بنتي عمرها 7 سنين دلوقتي، أخدتها علشان أعرفها إن هي الانتخابات الجاية هيكون عندها 13 سنة، فمرحلة مهمة جدا من وعيها هتكون عدت خلاص وهتكون مرحلة جديدة. ففوجئت ان اللجنه الانتخابيه اللي انا هادلي بصوتي فيها غير، يعني فيها كام سلمه، فانا متعوده يعني ان الملكه هي اللي بتتشال، يا جماعه 3 4 يشيلوني عادي واروح، بس انا تحيه تعزيز اعزاز واجلال لشرف القضاء على الانتخابات. القضيه نزلت لي بنفسها وجابت لي الاستماره وجابت لي الكشف لغايه مكاني، وانا كان على اهبه الاستعدام اتشال يعني، بس انا اصلا ريت استأذنتها، قلت لها بعد إذنك أنا عايزة كارما هي اللي تروح تحط الورقة بتاعتي في الصندوق، وأنا بكامل وعي وكامل نضجي أنا بعمل هذه المرحلة، وأنا واثقة طبعا إنها هتحط سيادة القاضية هتحط الورقة في الصندوق، لكن أنا كنت عايزة أقول لكارما إن إحنا بنشارك يا كارما، إن في إيجابية، إن إحنا دلوقتي إحنا اللي بنبني بلدنا، أنت اللي بتقرري دلوقتي إيه اللي مين هنختار رئيس لبلدنا. طب هل ده دور يستهان بيه؟ ده درس لم ولن تنساه الى عمرها كله. قالوا لك يا ليلى ان 95% من شخصيه الطفل العاطفيه بتتكون خلال ال7 سنين الاولى، فاي زرعه بتزرعيها في طفلك في ال7 سنين الاولى بتفضل معاه لغايه ما يكمل عمره كله. وعشان كده من منبر الاسره المصريه ومن القناه الاولى المصريه بناشد كل امرأة هي ملهاش علاقة بالتعليم ولا ليها علاقة أنا مستوايا دكتور ولا ست بيت ولا ملهاش علاقة، ليها علاقة بالضمير، ليها علاقة أن البلد دي تستحق مننا كتير قوي. البلد دي إحنا فضلنا سنين طويلة بنحلم بالديمقراطية، بنحلم بأننا يكون عايشين في الأمان، بنحلم أن إحنا اللي بيحصل في مصر محتاجين سنين ضوئية علشان يحصل. فعشان كده كل أم مصرية أو كل امرأة أيا كان تنزل تشارك بنفسها، تاخد ولادها، تكلم ولاد أخوها، تكلم جيرانها، انزلوا اختاروا اللي انتوا عايزينه، مش بقول لكم اختاروا مين بعينه، لا اختاروا اللي انتوا عايزينه، لكن اختيارك هو اللي هيترتب عليه مستقبل ابنك، مستقبل اخوكي، مستقبل جيرانك، مستقبل بلدك. طيب لما كل واحد يقول هو انا يعني ما هي اكيد محسومه، لا ما هي معلش يعني ما مش عارف ايه، ده كلام ما بياكلش عيش. معلش احنا في مرحله صعبه، مرحله عندك كلمه تقولها تبني بيها وتكون ايجابي اعمل، ما عندكش اوعى تفكر ان هي انت بتاذي بلدك بس، انت بتاذي اول واحد زي اللي بيمسك جمره من النار، اول واحد بتاذي فيها اللي مسكها نفسه. فانا كسايكولوجيست او كبني ادمه بدرس علم النفس وعلم اجتماع او خبيره في المجال ده، انت بتتاذي ليه؟ لانك انت اول حد هتجني ثمار هذا اللامبالاه. ليه؟ لا طب انا هي جت عليا جوزي سلبي، هي جت عليا يعني لا ما هو كده كده سلبي، طب قومي بدورك. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اعمل اللي عليك. انا هقول اللي اعمل اللي عليا، وبص على الاقل ان انا لما اقابل ربنا اقول يا رب انا نزلت وشاركت واتليت برايي وجت زي ما تيجي، لكن لما تكون انت سلبي وتقول بقى فكره اللامبالاه. وانا قلت يا ليلى في تصريحات ليا كتيره قوي، لو جبنا رئيس من الجنه، رئيس الملائكه هي اللي حاطه له البرنامج الانتخابي بتاعه، بدون شعب مش هنقدر نعمل حاجه. فاذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. المسؤوليه مشتركه ما بين بالزبط. القياده السياسيه وما بين يعني الشعب اللي بالتاكيد هو عايش على هذه الارض وبيتمنى الافضل ليها، لكن يعني وجهه نظرك في التسهيلات كمان اللي قدمت خلال هذه الانتخابات، ما يتعلق بتسهيل العمليه الانتخابيه على ذوي الهمم، على المكفوفين، على كبار السن والشيوخ، في نوع من أنواع الدعم والتسهيل في الإجراءات المختلفة.
مختلفة. أنا كل ما بروح أنا بمر كده مرارا بغض النظر على إني أنا رحت عشان أدلي بصوتي وشفت المشهد ده بعيني، يعني كذا مرة أنا بروح لغاية الصندوق وبأدلي كان ببقى الدنيا ممهدة. طب لو أنا المشهد بتاع امبارح إن هو أهو باي لك إن كان في سلالم وما قدرتش أطلع، القضية نفسها المستشارة جت لغاية عندي عشان أدلي بصوتي كنموذج من نماذج ذوي الهمم، أنا شفت في كذا لجنة انتخابية كراسي متحركة كتير جدا محطوطة قدام اللجان عشان لو حد من ذوي الهمم أو من كبار السن أو كده يتسهل له عملية الإدلاء بصوته، لأن إحنا نسيج من هذا الوطن ولينا حق في إن إحنا ندلي بصوتنا وده موجود. وكمان رجال الشرطة لتحية إجلال واحترام لكل رجال الشرطة الشرفاء اللي عاملين عملية الإشراف على هذه الانتخابات. ده شفت برضو العساكر اللي بيساعدوني أنا بيساعدوا الناس عشان يدخلوهم لغاية جوه. وكمان في عرس مختلف اللي هي الأحزاب السياسية متواجدة بقوة أمام بوابات اللجان وعشان تشوف لو في أي انتهاكات لو في أي اختراق لقدسية هذه العملية. لا الموضوع ماشي بسلاسة غير عادية وبناشد ذوي الهمم، لأن أنا أرجوكوا بما أني مثل كان ليا الشرف أني مثلت ذوي الهمم تحت قبة البرلمان 15-20 وشفنا يا ليلى المكتسبات اللي خدناها خلال مثلا من 2013 أو من تحديدا من دستور 2014 إلى وقتنا هذا. إحنا محتاجين بلا أدنى مبالغة وحياة بنتي سنين ضوئية على إننا نحقق هذه المكتسبات. هقول لك لكن يعني يمكن ذوي الهمم استطاعوا عبر السنوات القليلة الماضية إن هم يغيروا صورتهم الذهنية لدى المواطنين، بقى بنشوفهم في كل المحافل موهوبين متميزين بيشاركوا في البطولات العالمية والدولية ويحققوا مراكز بيتبوأوا مناصب بيتواجدوا في البرلمان، فدي كلها كانت مكتسبات شفناها على مدار. وكمان يا ليلى هقول لك على حته مختلفه، الوعي المجتمعي بقى عندنا وعي مجتمعي مختلف تماما. يعني انا من ضمن الناس اللي كانت معتصمه زمان امام بوابات مجلس الشعب، كان اقصى احلامنا 2009 يكون لينا ممثل تحت قبة البرلمان، فتقوم الثورات ثورة يناير وثورة يونيو ويجي دستور 2014 ويكفل لينا ممثلين تحت قبة البرلمان، وانا يمكن من ضمن هؤلاء الممثلين. إيمان قيادة سياسية مختلفة على يعني خلال العشر سنين اللي فاتت، في وعي سياسي وعي مجتمعي مختلف بدورنا ووجودنا وحقيتنا في ان احنا يكون لينا حياة كريمة. بلس زي ما انت قلتي ان ربنا يا ليلى لما بياخد بيدي، الله هو مطلق العدل. لو انا اخد مني رجلي هيديني طاقة مش موجودة عند ناس تانية تقدر هي استثمر الطاقة دي. لو خد مني كف البصر هيديني البصيرة، لو اخد مني السمع بيديني سنس وطاقة جبارة. لو استثمرنا الطاقات دي احنا هنصنع عباقرة. شوفي كيلين هيلر صماء بكماء عمياء عملت للتاريخ حاجات احنا محتاجين علماء النفس والاجتماع ندرس اللي بيحصل. طه حسين نماذج غير عادية قدمت لمصر وقدمت للعالم في الإرادة وإن الإنسان عنده طاقات غير محدودة وإنه بيثبت معجزات الله في كل وقت. لكن مصر خلال العشر سنين الأخيرة بالنسبة لملف ذوي الهمم لا الوضع مختلف، وعي مجتمعي مختلف، إيمان بكرامة إنسانية مختلفة، إنسانية بقينا لينا دور عظيم على كل ملفات الوزراء. وأنا كنت بشوف ملف ذوي الهمم رقم واحد في كل الحملات الانتخابية أو الاستحقاقات الانتخابية سواء برلمان شيوخ انتخابات رئاسية لذوي الهمم دور عظيم. وعشان كده بناشدهم انزلوا وشاركوا وقولوا رأيكم أيا كان الرأي، بس انزل لان مش الحياه مش هتجيلك لو انت ما روحتش ليها وبادرت وسعيت انك تغير وانسج. يلا ننسج مستقبل بلدنا بايدنا، لان احنا لو ما نسجناهوش هنسيب مين بقى ينسجه. فدي مناشده من بيت الاسره المصريه لذوي الهمم ينزلوا ويشاركوا وللمراه تنزل وتشارك. وكمان يا ليلى بما اني دكتوره في الجامعه وبقابل الشباب وانا في كليه البنات يعني شباب وامراه يعني بقول لهم فتيات
فتيات. هل من خلال تعاملك على مدار سنوات لاحظتي اختلاف عقلية الشباب؟ يعني بالتأكيد الوضع اختلف من سنوات فائتة فيما يتعلق بفكرة الوعي، هل وعي الشباب اختلف في الجامعات المصرية بالتحديد من خلال تعاملك مع الطلبة؟ جدا، وهديكي عينة ونماذج. يعني أنا مثلا بدرس لسنة رابعة مشروع التخرج، تخيلي بقول للطلاب للطالبات بتوعي اختاروا موضوعات لمشروع التخرج، اللي يقول لك على المبادرات الرئاسية، ويقول لك على القضايا المجتمعية الحديثة اللي حديث الساعة، الانترنت والعولمة والسوشيال ميديا وتداعياتها، واللي يعمل عن الطلاق، واللي يعمل عن الابتزاز الإلكتروني، واللي يعمل على مبادرة حياة كريمة، واللي يعمل على حق الشباب في الممارسات السياسية والمشاركة السياسية. ده وعي ما كانش موجود قبل العشر سنين الأخيرة. فأنا شايفة إن في طفرة في وعي الشباب بأنهم يشاركوا في صنع بلدهم وفي بناء بلدهم ما كانش موجود قبل كده. وأنا كدكتورة تحديدا باسمي بناشد البنات أو الفتيات أو الشباب في الجامعة لما بدرس لهم إن هم يلمسوا قضايا مجتمعية مش بس حبيسة الأدراج، لا أنا بقول لهم بصوا أنا عايزاكم تغيروا، تكونوا أنتوا النواة للتغيير. ما هو المجتمع ده هو عبارة عن إيه يا ليلى؟ شوية ناس بتفكر شوية أفكار. لو أنا قدرت أغير أفكار شرعي أو أفكار منطقتي أو أفكار الحي بتاعي، أنا حي مع حي مع حي هعمل مجتمع. لكن لو أنا كل واحد يقول لا هو أنا هقدر أغير، ما هو أنت مش مطلوب منك تغير العالم، مطلوب منك بس تغير نفسك وتغير اللي حواليك، العالم من حواليك هيتغير. فأنا بطالب من كل الطلاب سواء اللي بدرس لهم او طلاب الجامعات المختلفه، لا في وعي مختلف في اتحادات الطلاب، بقى في مشاركه بكل الاحداث اللي بتقوم في بلدنا، لا الموضوع مختلف جدا جدا. وبقول لك انا في المطبخ الجامعه، لا الوعي اختلف جدا، والشباب عنده وعي وبقى بيقول رايه، ما عندوش خوف من بكره، بقى عارف انه صوته مسموع، وده ما كانش موجود. مين فينا كان بيسمع الشباب اصلا؟ الشباب ده كان اخر من يعلم. لماذا مؤشر الشباب هو من اهم مؤشرات فيما يتعلق باستيعاب المجتمع لما يحدث من تطورات وطفرات، وأيضا معرفة الشباب ووعيهم بالدستور وبواجباتهم وحقوقهم في هذا البلد؟ ده مؤشر عالمي، يعني العالم كله باصص على شباب مصر. ليه؟ لأن الشباب هم الطاقة، هم الحماس، هم الوقود. لو أنا مثلا عندي 1000 شاب أدلى بصوته و 5000 أي شخص أو 10000 بني آدم رجل مسن أو حد كبير أدلى بصوته، أنا 1000 شاب عندي مهمين، ورغم أن كبار السن مهمين، لكن الشباب هو الحماس، هو الدافع، هو الوقود، هو اللي بيحرك، هو اللي بيغير. هو أنا هقدر أعمل إيه بدون ما يكون عندي الطاقة؟ مين الطاقة؟ هو الشباب. والشباب عنده أفكار خارج الصندوق، يعني هو عنده يعني أنت لما تكون عندك فكرة يا ليلى عايزة تعمليها، ويجي حد عنده فكرة بس عنده حماس، مين اللي بيسبقك؟ اللي عنده حماس. طبعا. أنت ممكن تكون عندك الفكرة بس عايزة شوية دعم وطاقة إن حد يزقك تعمليها. لا الشباب ده مزقوق خلقة، يعني هو ربنا وجد السن أو وضع الطاقة الحياة في سن الشباب اللي بيخليكي تعملي حاجة مش موجودة، يخليكي تعملي شيء صعب، اللي يخليكي تقبلي على شيء من وجهة نظر ناس تانية مستحيل، لكن الشباب هو دي ربنا خلقهم. فاحنا عايزين نستثمر طاقتهم بحيث انها ما تبقاش طاقات عشوائية ممكن اي فئات متطرفه تستقطبهم لجانبها، لا احنا عايزين يكون حماس موجه، مش حماس غير موجه، لا حماس ان احنا نوجهه دايما في الخير في البناء. ما ياما شباب عملت اختراق وعملت حاجات غير شرعيه، وشباب كتير استثمرت طاقاته وعملوا بنوا بلدهم. وانا يعني بشوف دلوقتي الشباب موجودين في كل الساحه، سواء في القيادات، سواء في نائبي محافظين او نائبي وزراء، موجودين في تنسيقية شباب الاحزاب، موجودين في البرلمان، موجودين في الشيوخ، موجودين في مناصب كتيره في الدوله. لا الشباب ليه دور. ويمكن كذا صحفي سالني ليه مؤشر الشباب تحديدا، لان هم الوقود وهم الحماس وهم اللي هيبنوا البلد. ده خلينا نتكلم عن الأصغر سنا، من لم يحق لهم الانتخاب بعد، يعني كيفية رفع وعيهم أيضا في مجتمعنا. حضرتك ذكرتي دور الأمهات، لكن بالتأكيد كمان في دور في المدارس والمؤسسات المختلفة، الأندية، المكتبات، التجمعات المختلفة اللي بيتواجد فيها الأطفال أو ممكن نقول المراهقين.
بشكرك جدا على سؤالك، لان انا شايفه ان الوعي هو كلمه السر. يعني احنا معركتنا الحاليه هي معركه وعي، وعي، والوعي دايما بيبقى ناحيه البناء وليس الهدم، وناحيه الايجابيه وليس السلبيه. فانا شايفه مثلا من خلال متابعتي لمعظم الاخبار وقنوات ووسائل الاعلام ان بقت بتبث فيها روح الايجابيه، انزل وشارك وقول رايك. طيب المدارس، يعني شرفت كمان بان انا ومجموعه من الخبراء في مجالات مختلفه بنعمل ندوات توعويه في المدارس عن التنمر، عن الايجابيه، عن ازاي مثلا فكره اتحاد الدول مع بعض، زي ما شفنا مثلا تضامنا مع قطاع، مع اهالينا في غزه، لما كارما تقول لي مثلا في سن 7 سنين تقول لي يا مامي ليه بيعملوا الاسرائيليين في غزه كده؟ طب والاسرائيليين دول لا يا مامي انا مفروض ما يعملوش كده، مفروض ما يقتلوش اطفال الاطفال. فده وعي مختلف لطفله 7 سنين وجيلها بقى بياخدوا برامج توعويه في المدارس، كمان برامج توعويه في لرجال الدين. طبعا احنا دلوقتي ما عادش سواء دين اسلامي او دين مسيحي، ازاي ان احنا نبني الوعي لشبابنا ولاطفالنا ان بلدنا دي، ان احنا لازم نعمل كل اللي علينا في ان احنا نبني اطفال واعيه وشباب واعي في انه يتحمل المسؤوليه. من ضمن المسؤوليه المجتمعيه يا ليلى ان انا اكون عندي وعي بان انا اغير واقعي. ويمكن مثلا لو حاجه خارج الانتخابات سنه، فكره الوعي في المدارس بفكره التدوير المجتمعي وفكره المسؤوليه ان انا ما اولعش النور كتير، لا ان انا ازرع وان انا يكون عندي ريسايكلينج وان انا اعيد تدوير الاشياء والمخلفات على اني انا ما اهدمش بلدي. ده وعي ما شفناهوش قبل كده في مدارسنا. صحيح. يعني طيب حاجه من الحاجات الهامه ايضا اللي شاهدناها فكره الحراك السياسي المتزايد في مصر. يعني هناك عدد كبير من الاحزاب المعروفه الان، يعني ما قبل الانتخابات الرئاسيه شهدنا نشاط لهذه الاحزاب، معرفه من المواطنين باسماء الاحزاب وبانشطتها المختلفه، وايضا كان هناك الحوار الوطني اللي كان ليه مجموعه من المخرجات الهامه اللي بالتاكيد ايضا غيرت شكل الواقع في مصر. فكره تجاذب اطراف الحديث في قضايا هامه ربما تكون هي اولويات في المرحله المقبله بعد انتخاب رئيس الجمهوريه. ما هو الحوار الوطني ده كان عرس مختلف جدا، عمل حوار ونقاش لكل فئات المجتمع، يعني أغلبية ومعارضة، مستقلين وبينتموا لأحزاب سياسية. فكل مخرجات الحوار الوطني كانت على أجندة كل الأحزاب السياسية، ويمكن ده شفناه. يعني مفيش الحملة الرسمية، مفيش إلا كل الأحزاب شاركت فيها بكل آرائها وكل وجهة نظرها ماذا يريدون من الرئيس القادم. يعني كان ده سؤال محطوط لكل حزب من الأحزاب، ماذا تريد من الرئيس القادم، ما هي أحلام واستطلاع، يعني أحلامنا المستقبلية من الرئيس القادم. ويمكن كنت من ضمن المشاركين أيضا في وضع رؤية بسيطة في مشاركتي في الحوار الوطني، وكان فكرة ريادة الأعمال لذوي الهمم، وأبديت برأيي أن العالم الصين وكل معظم الدول المتقدمة قامت على فكرة ريادة الأعمال، وأن احنا نخرج من عباءة الميري، وإن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه. يعني فلا، قام بدور عظيم ومهم.